السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنتكلم النهاردة على موضوع بسيط جدا. احنا كل شوية كده هناخد موضوع بسيط بحيث انك انت ما تتلخبطش في انواع الاريزميا. احنا لو تفتكر ان احنا بدأنا في المحاضرة اللي فاتت في موضوع برادي اريزميا، والنهاردة ان شاء الله بنتكلم على اول نوع من انواع. احنا المرة اللي فاتت خدنا سكيمة البرادي اريزميا، خلي بالك، والنهاردة بنتكلم على اول نوع من البرادي اريزميا اسمها نودل او جانكشنال ريزم. وخلي بالك ان نودل او جانكشنال ريزم من اسمها بيعرفك هو ايه. احنا عارفين ان العادي الطبيعي ان الاس اي نود هي المتحكم او المايسترو بتاع الهارت اللي بيوصل الكهرباء للقلب، الاس اي نود، تمام. انما لما يحصل ان الاي في نود تبقى هي اللي بتتولى مسؤولية، هي اللي بيطلع منها الاشارة الكهربية وليس الاس اي نود، الاي في نود، فاسمها الموضوع ده هيتسمى اسمه نودال ريزم. يبقى خلي بالك، نودال ريزم قصده على الاي في نود، ساينس ريزم قصده على الاس اي نود. تاني، يبقى احنا بنتكلم على النودال ريزم معناها ان الاي في نود هي اللي هتتحكم او هي اللي هينطلق منها الاشارات الكهربائيه اللي تحرك القلب، هي المايسترو بتاع القلب. ده معنى نودال ريزم. حتى بين قوسين مسميها جانكشنال ريزم. يعني ايه جانكشنال؟ يعني في مسافه مشتركه، لان الاي في نود تقع ما بين الاتريوم وما بين الفنتريكل، في المسافه ما بينهم، فسموها او تقع، لان الاي في نود تقع ما بين الجانكشنال بتاع الاتريوم والجانكشنال بتاع الفنتريكل، فاتسمت لما هي تتولى الاشاره الكهربائيه للقلب اتسمى الموضوع ده اسمه جانكشنال ريزم، نسبه الى موقعها في ما بين الاتريوم والفنتركل. طيب، يبقى احنا بنتكلم على النهارده موضوع اسمه نودال جانكش او جانكشنال ريزم، ومعناها ان الاي في نود تز كونديشن ان ويتش ذا هارت از كنترولد، بيتحكم فيه الاي في نود. امبلس، خلي بالك، هير ذا امبلس ريتش ذا اتريوم والفنتركل ات ذا سيم تايم. هو يعني مش ذا سيم تايم بالظبط، وهنشرح دلوقتي. طيب، خلي بالك ان الاشاره الكهربيه من الاي في نود هيطلع منها اشاره، هي الاي في نود هي المتحكم في الارض، لما يطلع منها اشاره كهربيه هيطلع اشاره كهربيه تطلع لفوق، وفي نفس التوقيت هيطلع منها اشاره كهربيه ينزل لتحت للفنتركل، صح؟ طيب، يبقى انت دلوقتي الاشاره الكهربيه بتاعت الاي في نود هيطلع منها شويه يطلعوا الاتريوم وشويه يحركوا الفنتركل في نفس التوقيت بالظبط تقريبا. وعندك احتمالات، يا الاشاره الكهربيه بتاعت الاتريوم تغطي الاتريوم قبل الفنتركل. هما انطلقت الاشاره الكهربيه، انطلقت من الاي في نود في نفس التوقيت وراح الاتريوم، بس الاتريوم الحجم بتاعه مثلا اقل من الفنتركل، تمام. او عندك مشكله، ممكن يحصل مشكله في التوصيل، ايا كان الظروف. هو عندك احتمالات، الاحتمال الاقوى ان الاتريوم ينقبض في نفس التوقيت بتاع الفنتركل، يبقى ده بنسميه ويعمل حاجه اسمها كانون ويفز او كانون ويفز اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب، يا اما الاتريوم يسبق بجزء من الثانيه الفنتركل، واما الفنتركل يسبق جزء من الثانيه الاتريوم. طيب، وهما سبق ليه؟ لان انت طبعا الاشاره في نفس التوقيت اتحركت من الاي في نود راحت للاتريوم والفنتركل في نفس اللحظه، ولكن الاشاره بقى هتتاخر في الفنتركل قد ايه، ده يعتمد على ظروف الفنتركل، وهتقعد في الاتريوم قد ايه وتوصل وتغطيه، ده يعتمد على ظروف الاتريوم. يبقى الاشاره بتاعت الاي في نود، لو انت فهمت النقطه دي دلوقتي الدرس خلص. يبقى معنى النودال ريزم او جانكشن ريزم ان الاي في نود هي هتبقى المايسترو بتاع الهارت بدلا من الاس اي نود، وهيبقى اسمها نودال او جانكشنال ريزم. طيب، وفي الوقت ده هتطلع الاشاره الكهربيه للاتريوم والفنتركل من الاي في نود في نفس ذات اللحظه، ولكن كل اشاره، الاشاره اللي طلعت للاتريوم بتعتمد على الاتريوم هتغطيه في وقت قد ايه، والاشاره اللي طلعت مع انهم فيبقى هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الاقوى ان هم ينقبضوا في نفس التوقيت الاتريوم والفنتركل، والانقباض هو الاحتمال هو الاتريوم يسبق انقباض الفنتركل او الفنتركل انقباض الاتريوم. طيب،
حاجة تانية، الـ SNO ده يا جماعة كل حاجة يا جماعة تطلع ضربات قلب بنفس معدل اس نوت، فده هيخلي في حاجه اسمها برادي كارديا للهارت. طيب كده انت فهمت، لو فهمت الموضوع خلص. طب حاجه تانية نتكلم فيها وتاخد بالك منها، هو احنا لما نيجي نتكلم على رسم القلب ايه اللي هيحصل؟ هو احنا الطبيعي، تعالى سيبك من الاي في نوت جانكشن اللي حصل ده، هو ايه الطبيعي؟ الطبيعي ان الاشاره الكهربيه تخرج من الاس نوت وتنزل لتحت وتروح الاي في نوت، ده في الطبيعي عندي وعندك. طيب فده بيرسم في رسم القلب بي ويف، انتقال الاشاره الكهربيه من فوق لتحت، ده بيرسم بي ويف، فالبي ويف بتبقى فوق. طيب لو الاشاره انتقلت في عكس الاتجاه، يعني الاي في نود هي دي هي المسيطره على القلب، فالاشاره الكهربيه راحت كده للاتريوم، ده اتنقلت عكس الاتجاه من تحت لفوق، من تحت من الاي في نود للاتريوم طالعه لفوق، فكده يحصل ايه؟ قلبه في البي ويف، هتبقى مرسومه بي ويف، ولكن هيبقى موجود قلبه في البي ويف، يعني البي ويف انفرتد مقلوبه لتحت. لو انت فهمت المعلومات اللي انا قلتها دي وانا طولت فيها كده الدرس خلص. طيب تعالى بقى الاسباب، عشان كده الاسباب زي السكيما اللي فات، اسباب البراد، ارجع للسكيما بالظبط. طيب بس موست كومن كوز في كل موضوع بيبقى ليه موست كومن كوز. اهم حاجه في في النودل ريزم، اهم التو كوزز بيسببوا ده الديجيتاليز اللي هو اللانوكسين، يعني لازم تسال في الهيستوري العيان انت ماشي على لانوكسين ولا مش ماشي على لانوكسين، او ليه اسم تجاري تاني اسمه كاردكسين، لانوكسين او كاردكسين، الاسم العلمي بتاعه ديجيتاليز، ماده الديجيتاليز، واحنا عارفين ان الديجيتاليز ممكن تسبب اي نوع من الاريزميا واتكلمنا عنه او هنتكلم عنه بعد كده. اول ام اي، عيان دخل في ام اي، فالام اي ده ممكن يحصل عنه اي نوع من الاريزميا، سواء تيك اريزميا او برادي اريزميا، فحصل النوع اللي هو النود اريزميا. يبقى اشهر سببين هو الديجيتاليز والام اي يا جماعه. وخلي بالك لما بنشك في الديجيتاليز توكسيستي احنا بنعمل سيرم للديجيتاليز، بنوديه المعمل، بناخد عينه من المريض ونوديها المعمل ونقيس السيرم الديجيتاليز، موجود في السيرم ليه نسبه معينه لا تزيد عن 2 نانو جرام، لو زاد عن كده يبقى بياكد الديجيتاليز توكسيستي، وبنبدا خلاص عندنا مشكله، مجرد ما توقف الديجيتاليز عن هذا العيان المفروض ان ترجع للاس ان ان شاء الله تسيطر لانك عالجت الكوز. طيب لو المشكله في الام اي فانت بتعالج الكوز، بتدخل تدخله قسطره، بتعمل ريبرفيوجن، يعني ريبرفيوجن يعني الشرايين اللي اتقفل بتفتحه بالقسطره بتاعه القلب، ومع ممكن تتصلح بعد الريبرفيوجن. كلينيكال بيكتشر ذا سيم زي السكيم، ارجع للسكيم مش كل شويه نتكلم، بس خلي بالك ازاي هنتكلم هنا في صادن اونست اند اوف ست. خلي بالك احنا لما اتكلمنا في التاكي اريزما اخدنا اخطر الريزمة موجودة في التاك، الريزمة كانت الفي تاك، كانت الفي تاك. طيب هنا برضو هي حاجة خطيرة، هي حاجة خطيرة، لذلك وقلنا على الفي تاك، لو رجعت للموضوع قلنا ان الفي تاك ما دامت هي حاجة خطيرة فهتيجي فجأة وتختفي فجأة وتقعد فترة قصيرة، وده اللي هيحصل برضو مع النودل او جانكشن ريزم، هتيجي صدن، تيجي فجأة اونست اوفست، يعني تبتدي وتنتهي فجأة، والديوريشن يوجوالي شورت هيستوري. طيب اكسبت، خلي بالك بقى من كلمة اكسبت، لان الموضوع ده بتتسأل فيه ايه؟ بتتسأل فيه احيانا بيوقعك، والحاجات دي عليها فول مارك في الشفوي يا جماعة، او بتيجي ام اس كيو، اقول لك الدكتور والله طيب هو دايما تيجي فجأة وتختفي فجأة وتقعد فترة قليلة، اقول له لا يا دكتور، ممكن الطفل يبقى مولود بيها كونجينيتال ان الاس اي نود دي بايظه او ضمره، والاي في نود هي اللي بتتحكم في الهارت، فتفضل معاه طول عمره، ممكن ما تبقاش سيمتوماتيك.
خلي بالك، يبقى اكسبت لو هي ايه كونجينيتال. بعد كده هنتكلم على الساينز يا جماعه. طبعا نفس الترتيب، هتمسك الراديال بلس. احنا قلنا الراديال بلس هيبقى سلو هنا. ليه سلو؟ لان احنا قلنا ان الاي في نود بتطلع ضربات قلب اقل من الاس اي نود، فهتبقى انا قلت لك من 40 ل 60، ماشي، هو مكتوب من 40 ل 50، ماشي. الريزم طبعا هيبقى ريجولار، ريجولار على فكره يا جماعه، احنا بنتكلم في الريزم دلوقتي ريجولار. طيب الريسبونس تو اكسرسايز اور اتروبين. طيب احنا قلنا ان يا جماعه تعالى الهارت تاني، قلنا ان السمباثيك والباراسمباثيك بيغذوا منطقه الاتريوم فقط. خلي بالك الاي في نود تظل لسه في حته الاتريوم، شايف هي موجوده جوه الاتريوم. لذلك انت لما تدي اتروبين، احنا قلنا على الاتروبين هو سمباسو ميمتكس، يعني ايه؟ يعني مساعد للسمباثيك او بيعمل عمل السمباثيك. والاكسرسايز نفس الموضوع، هيزود الهارت ريت، فالاتنين هيشتغلوا على السمباثيك عشان يزود الهارت ريت. هو ده اللي هيحصل بالفعل. فما دام الموضوع في الاتريوم يبقى هيستجيبوا للاتروبين والاكسرسايز. تعالى اتكلمنا مليون مرة على الريسبيراتوري ساينس اريزميا، واكدنا على المعلومة اللي هي ايه، ان الريسبيراتوري ساينس اريزميا في اي ريزم ساينس. هل الريزم ده ساينس؟ يعني ايه ريزم ساينس؟ احنا قلنا الساينس معناها ان الاس اي نود هي اللي ماشيه الهارت. هل الريزم هنا ساينس؟ لا، قال لك هنا نودال ريزم، يعني الاي في نود هي اللي ماشيه هنا الايه القلب. لذلك هيبقى التيست ايه نيجاتيف. يبقى الريسبيراتوري ساينس اريزميا بتبقى بوزيتيف في الساينس ريزم، انما هنا نودال ايه ريزم، يعني نودال اللي بيمشيها الاي في نود. طيب بيقول لك نيجاتيف ليه؟ لان الاس اي نود از نوت ذا بيس ميكر. هنا الاي في نود هي البيس ميكر. انا بمشي بسرعه لان الناس فهمت كل ده بالتفصيل، وانا قلت لازم الاريزميا بالذات تسمعها معايا بالتفصيل، لان انا ببني خطوه فوق خطوه. النيك فينز يا جماعه، طبعا انت بتبص على النيك فينز، احنا جبنا الفيديوهات دي كتير جدا، بتبص على النيك فينز، والنيك فينز دي بتبين لك، بتلاقي مدفع كده في احنا قلنا النيك فينز دايما بقولها هي مرايه القلب، مرايه الرايت اتريم او مرايه القلب. طيب انت هتبص على النيك فينز هتلاقيها بتندفع او فيها انقباض زي انقباض المدفع، تحس انها تتفجر من رقبه العيان فينس، مع انه فينس بالسيشن. طيب ايه السبب؟ السبب ان طبعا احنا قلنا ان الاشاره الكهربيه هتطلع من الاي في نود تروح للاتريوم وتروح للفنتركل تقريبا في معظم الاحوال ات ذا سيم تايم بالظبط، والاتريوم والفنتركل في الغالب هينقبضوا ات ذا سيم تايم في نفس التوقيت. لما ينقبضوا في نفس التوقيت يحصل ان في قنبله هنا حصلت في القلب، يبان تاثيرها فين؟ في النيك فينز. فتبص على النيك فينز تلاقيه عامله زي بينقبض زي المدفع، وتيجي الانقباضات الكانون اي ويفز دي هتبقى ريجولار. ليه؟ لان اللي احنا قلناه، احنا بنتكلم على برادي الريزم هنا هي ريجولار. طب والاسكلتيشن؟ طبعا خلي بالك بقى، ده اكسبشن، ده الحاجه الوحيده الاكسبشن، الاكسبشن في الاسكلتيشن. دايما مش بنعلق على الاسكلتيشن، بس احنا قلنا قاعده في الاسكلتيشن، اي تاكي الريزم هتعمل اكسنتويتد اس 1 ساوند، يعني هتسمع الصوت الاولاني بالسماعه، تحط السماعه بقى على القلب المريض تسمع اس 1 عالي في اي تاكي الريزميا. طيب واي برادي الريزميا هتسمع الاس 1 قليل، ديكريزد ساوند، صح؟ طيب ما عدا في البرادي الريزميا الدرس اللي احنا بنتكلم فيه ده، النودال جنكشنال ريزم. ليه؟ لان في قنبله نوويه جوه القلب اللي هي الاتريوم هينقبض في نفس التوقيت بتاع الفنتركل ات ذا سيم تايم، يخبطوا خبطه جامده في بعض، تسمع الاس 1 عالي جدا على عكس المتوقع. فده الاكسبشن الوحيد اللي احنا هنتكلم فيه. طيب يبقى ايه يقول لك الدكتور في الشفوي؟ ايه يا ابني اكتر حاجه، ايه هي البريد الريزم اللي ما تسمعش فيها الاس 1 ضعيف؟ تقول له يا باشا النودال او جنكشن ريزم. ليه يا ابني؟ تقول له لانها بتعمل كانون ساوندز. يعني يا ابني كانون ساوندز؟ يعني يا دكتور الاتريوم بينقبض في نفس توقيت الفنتركل. فول مارك يا باشا. طيب الاي سي جي طبعا على فكره انا شرحته لك وقلت لك ان البي ويف هتبقى انفرتد وهتبقى الريزم ريجولار وبرادي، وهو ده تشخيص الاي سي جي.
اهو بص بقى، اولا الكيو ار اس ما بينهم المسافات هي برادي، عرفت ازاي؟ انا قلت لك بتقسم 300 على عدد المربعات الكبيرة عشان تعرف الريت، وبالعين المجردة هو المسافة بين قمة الار الى قمة الار دي هي واسعة او زيادة. طب اقسم 300 على عدد المربعات، ادي مربع 2 3 4 5 6 ونص، 300 على 6 فيها 50، يعني على 6 ونص قول مثلا 45 الريت، تمام؟ يبقى هو حتى كاتب هنا 46 بيت بر مينت، هو جايبها حسبها. طيب يبقى يا جماعة أول حاجة بتبص الكيو ار اس ريجولار، ريجولار المسافات هنا زي المسافات هنا زي المسافات هنا، برادي برادي طيب تبص بقى على البي ويف، البي ويف لو هي معدولة لفوق يبقى ساينس برادي كاردي، لو هي نازلة لتحت انفيرتد زي دي ونازلة لتحت يبقى دي أصبحت اسمها نودال ريزم. موضوعنا ان الافي نود هي طيب البيهات تاني اتقلبت ليه لتحت، احنا قلنا تاني وبنعيد ان الطبيعي ان الاشاره الكهربائيه في القلب تيجي من فوق من الاس اي نود وتنزل لتحت في القلب وتعدي على الافي نود وتنزل لتحت وتروح للفنتركل، يبقى الاشاره الكهربائيه جايه في الاترم جايه من فوق لتحت، انما لما الافي نود تبقى هي المسيطره هيطلع منها الاشاره من تحت وتروح للاترم لفوق، فتبقى عكس الاتجاه فتترسم البي ويف المعبرة عن الاتريال الكتريستي بتحصل بتبقى مقلوبة انفيرتد. طيب ده اول حاجة. تاني حاجة، تاني معلومة انا قلتها لك سريعا وانا قاصد ان انا اقولها بالطريقة اللي انا قلتها، ان انا قلت لك لما الافي نود هيطلع منها الاشارة الكهربية يطلع في نفس التوقيت بالظبط، واغلب الاوقات هيبقى الاتريوم والفنتركل ينقبضوا في نفس التوقيت يعمل كانون ساوند او كانون ويفز، صح؟ ولكن في بعض الاحيان يعتمد على ظروف الاتريوم وظروف الفنتريكل انهي اشاره هتخلص في الفنتريكل الاول فتسبب انقباض الفنتريكل قبل الاتريوم، او الاشاره في الاتريوم مع انهم هم خارجين من الافي نود واتولدوا من الافي نود في نفس التوقيت، ولكن كل واحده بقى وشطارتها، اللي هتخلص الاتريوم الاول يبقى الاتريوم انقبض الاول، ولو الثانيه خلص الفنتريكل الاول يبقى الفنتريكل انقبض الايه الاول. طب ده يعمل ايه؟ قال لك بص بقى، يبقى انا عندي البي ويف عندي ثلاث احتمالات. بص دي اللي في النص البي ويف مش موجوده اهو، برادي وريجولار ومش موجوده ليه؟ لانها مدفونه تحت الكيو ار اس، مرسومه تحت الكيو ار اس، فالكيو ار اس مغطيه عنها. معناها ايه؟ معناها ان هنا بقى الرسمه دي معناها ان حصل الكانون ويفز، يعني ايه؟ الاتريوم والفنتريكل انقبضوا في نفس التوقيت بالظبط، فالكيو ار اس مغطيه على البي ويف. طيب انما ممكن الاحتمال الاخر ان الاترم ينقبض قبل الايه؟ الفنتركل. لو انقبض قبل الفنتركل يبقى الرسمه اللي فوق هتلاقي البي ويف انفيرتد، طبعا هتبقى في كل الاحوال انفيرتد، انفيرتد وسابقه الكيو ار اس. معناها ايه؟ بيقول ان الاتريوم انقبض او الالكتريستي بتاعت الاتريوم خلصت قبل الالكتريستي بتاعت الايه؟ الفنتركل، مع ان الاثنين اتولدوا في نفس اللحظه بالظبط. والاحتمال الاخر الاخير انا برضو انا للاسف ما جبتوش، انها تبقى البي ويف بعد الكيو ار اس، معناها ان الفنتريكل انا قررتها هنا ان الكيو ار اس هتبقى تنقبض قبل الفنتريكل، انقبض قبل الاتريوم، فالاتريوم هتيجي الكيو ار اس. ده الاحتمال الثالث اللي هو البي ويف هتبقى انفيرتد وتحت ورا الكيو ار اس. انا اسف ان انا كتبتها خطا. طيب التريتمنت زي اللي فات، اي اريزم تريت اوف ذا كوز، ايه الكوز؟ احنا قلنا اهم سببين، يا ديجيتاليز توكسيستي يا ام اي، عالج الام اي دخله قسطره او الديجيتاليز توكسيستي شيل الدراج منه فتره. الاتروبين لو العين برادي وسيمتوماتيك ادى اتروبين عشان يزود الهارت ريت. طب هو ينفع في العين ده الاتروبين؟ ينفع، ما احنا قلنا الاتروبين هيزود اي اريزما جوه الاتريوم، الايفي نود جوه الاتريوم، يبقى الاتروبين هيشتغل عليه، صح. ارتفيشال بيس ميكر مي بي نيدد ان سيفير كيسز، طبعا لو ما استجابش والعين سيمتوماتيك بنعمل البيس ميكر اللي انا شرحتها بالتفصيل في الفيديو السابق. بالتوفيق يا شباب، وشير على جروبات الدفعه بعد اذن حضراتكم، ده اكتر حاجه تخدمنا، وكل الدعم ليكم، بالتوفيق ان شاء الله، مع السلامه.